بسم الله، ازاي نرسم قوس بطول معين؟ تمام، يعني دلوقتي لما اجي ارسم قوس من درو هقول له انا عايز ارسم ارك من هنا لهنا مثلا، بس طول القوس ده قد ايه انا معرفش. يعني بعد ما برسمه بقدر اعمل سيلكت وادخل في الخصائص، هلاقي هنا ارك لينس يجيب لي الطول دوت. تمام، طب اقدر انا عايز الطول ده مسافة معينة وليكن مثلا 600. ازاي اقدر اعمل حاجة زي كده؟ من موديفاي بجي هنا الاقي امر عندي اسمه لينسين، بختاره تمام، وابدا اختار العنصر اللي انا عايزه واكتب له المسافه اللي انا عايزها وليكن مثلا 600. تمام، فهو بيروح مخلي القوس 600 والزياده بيروح مساحه. ولو انا عملت سيلكت عليه وبصيت في الخصائص بتاعته او هلاقي الارك لينس 600 ومش مديني ان انا اغير فيه اصلا.